وقد صدر عن الديوان الملكي البيان التالي: استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله هذا اليوم الأربعاء السادس من ربيع الآخر 1446 للهجرة الموافق 9 أكتوبر لعام 2024 الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة، وقد تماثل ولله الحمد للشفاء. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.